أهلا بكم في درس جديد من دورة علم الفتاة. سوف نقوم سوية في هذا الدرس ببناء تطبيق بسيط نقوم من خلاله بإدخال بيانات وريكوردز تتعلق بأشخاص معينين، مثلا نقوم بإدخال أسمائهم، أعمارهم، وأيضا مثلا الأعمال الخاصة بهم ومهنهم، ومن ثم سوف نقوم بعرضها بأسلوب مميز وخاص ضمن نسق معين. بداية سوف نقوم هنا بإدخال children والأبناء التي تعبر عن هذه widget التي أريد عرضها، وهنا سوف نقوم باستخدامها والاستعلام عنها، وذلك نسبة إلى هذه الأكواد التي قمنا بكتابتها خلال الدروس الفائتة. فهنا على سبيل المثال دعوني أولا أقوم بالتعبير عن النسق وكيفية إظهار هذه البيانات. فمثلا لنقول أنه يريد إدخال الاسم والعمر ضمن سطر واحد، فنقول هنا قم بإنشاء كونتينر على أنه رو سطر، وهنا قم بالتعبير عن الأبناء وذلك باستخدام مثلا تكست كويدجت مبدئيا، ونقول هنا بهذا الشكل، وأيضا نقوم بالتعبير عن العمر مثلا لا تعيين بهذا الشكل. لنرى الآن مبدئيا سوف نراها بهذا الشكل. دعوني أقوم بتصحيح النسق، فهنا سوف أقوم بإضافة ستايل مثلا تكست ستايل، وهنا أقوم بإضافة فون سايز يكون مثلا 20، وأقوم أيضا بإضافة فون ويت وذلك من أجل جعله غامقا على سبيل المثال بولد. دعوني أقوم بنسخها وضعها هنا تمام، فنراها بهذا الشكل. وبالنسبة للنسق دعوني أقوم هنا بإضافة اكسس، فهنا بما أنني أقوم بالتعامل مع هذا الكونتينر السطر فالمين اكسس له المحور الرئيسي هو المحور الأفقي، فنقول هنا مين الاينمنت مثلا سبيس ايفن، فنراها بهذا الشكل. جيد جدا، نرى هنا كيف أقوم بتكرار هذه الأكواد وأستطيع القيام بكتابتها بشكل أكثر احترافية. مثلا هنا دعوني أقوم بكتابة تابع، فهذه تعبر عن ويدجت كاملة، وسوف نقول هنا لتكن مثلا اسمها ماي تكست، ونقوم هنا بإدخال string مثلا text، نقول هنا return وذلك لهذه الويدجت بهذا الشكل، وهنا أقوم بإضافة هذا التكست تمام. دعوني أقوم باستخدامها، فهنا فقط سوف أقوم باستخدام my text ولا أحتاج إلى كتابة هذا، وهنا أيضا فنرى كيف أصبح الكود أسهل للرؤية وأصبح أكثر انتظاما واحترافية. لنرى نراها بنفس الشكل تمام. بعدها سوف أقوم بإضافة ما يعبر عن العمل والمهنة الخاصة بهذا الشخص وذلك ضمن سطر جديد، فهنا سوف أقوم بتضمين هذه ضمن كونتينر جديد ليكن مثلا column. دعني أقوم بجعلها مثلا كونتينر مبدئيا، ومن ثم أقوم بالتعديل عليها وجعلها column، وهذه سوف أقوم بجعلها children بهذا الشكل، ونقوم بإضافتها بهذا المظهر. هنا قمنا أولا بالتعبير عن هذه الأبناء، هذا السطر يحوي على الاسم والعمر، وبعدها سوف أقوم هنا بإضافة نص جديد دعني أقوم بإضافته بشكل مباشر يعبر مثلا عن المهنة مثلا computer scientist مع بعض الستايل، فسوف نراها بهذا الشكل. إذا بهذا المظهر عند كل ريكورد سوف أقوم بالتعبير عن الاسم العمر والمهنة بهذا المظهر، وهذا الريكورد سوف أقوم باستخدامه للتعبير عن التمبليت والقالب لكل شخص أقوم بإضافته. إذا هنا سوف أقوم بالتعديل بشكل مباشر على النيم والعمر وأيضا المهنة. فدعوني هنا أقوم بإنشاء كلاس جديد يعبر عن people وضمنه أقوم بتعريف هذه الأتريبيوتس، فنقول هنا قم بتعريف مثلا people، سوف نقوم بتعريف كلاس people وضمنه نقوم بتعريف name وأيضا age ومثلا information، نقوم بتعريف constructor وهنا نقوم بإدخال هذه البيانات بشكل مباشر name والage وأيضا طبعا هنا فاصلة
وأيضا الانفورميشن. أما بالنسبة لجلب هذه البيانات ومن هذا النسق، فسوف أقوم بكتابة تابع يعبر عن تمبلت، فنقول get template، وهنا سوف أقول return، وذلك لهذا النسق. سوف أقوم بقص هذه إلى هنا وأقوم بتضمينها بهذا الشكل، وسوف أقوم بتعريف هذه الفلتر أيضا في هذا المكان. وبالنسبة للماي تكست سوف أقوم بجلبها من المين وأقوم بتضمينها في هذا المكان أيضا. جيد جدا. إذا في كل مرة سوف أقوم بالاستعلام على الجيت تمبلت بعد القيام بتعريف هذا البيرسون في البيبل عن طريق اسمه وعمره والإنفورميشن المتعلقة به. دعوني أقوم باستخدامه. نقوم هنا بالذهاب إلى المين، ونقول هنا أولا الخطوة الأولى القيام بالاستيراد، فنقول قم بجلب بيبل. دعوني أتأكد هنا، ربما يوجد بعض المشاكل. سوف أقوم بإضافة فاصلة منقوطة. هنا في المين دعوني أقوم الآن باستدعاء هذا البيرسون في البيبل والقيام بإنشاء constructor، وذلك لإدخالها ضمن نسق أكثر احترافية دون الحاجة لكتابة هذه الأكواد. فنقول هنا مثلا قوم بالاستعلام عن people، نقوم بإدخال النيم ومن ثم الايج. سوف أقوم بإدخال جميع هذه البيانات كسترينجات كنصوص، مثلا 30 وinformation مثلا teacher بهذا الشكل، ومن ثم نقول هنا get template لنرى. نتأكد من هذه المعلومات هنا في البيبل. طبعا لا أنسى القيام بإدخال هذه وذلك ضمن هذه المعلومات المعبرة عن النيم والعمر هنا، فنقول age زائد وهنا information. لنرى الآن، فنرى كيف تم التعديل بهذا الشكل. جيد جدا. وإذا قمت على سبيل المثال بكتابتها أكثر من مرة، دعني أقوم بتصحيح النسق، دعني أقوم بالتعديل مثلا على المسميات أين يكون. لنرى الآن، فسوف نرى هذه المعلومات في هذا الشكل. دعني أيضا أقوم بإضافة بعض البادينج ومسافات بين هذه المعلومات، فسوف أقوم بتغليف هذه جميعها ضمن مثلا كونتينر جديد هنا في البيبل. فإذا قلت هنا مثلا قم بتغليف هذا الكونتينر وذلك ضمن بادينج، فهنا سوف نراها بهذا الشكل. وكلما قمت بزيادة القيمة بهذا الشكل أستطيع القيام بالتعديل وكتابة مختلف المعلومات وتصحيح النسق أيضا بقدر ما أشاء. أنا أقوم بجعلها مثلا 10 أو مثلا 15. إذا الآن بعد القيام بكتابة هذه الأكواد ورأينا كيف أستطيع القيام بالاستعلام عنها ورؤية مختلف العمليات التي قمت بها وذلك لإعادة استخدام هذه الأكواد دون الحاجة إلى التصريح بها في كل مرة، فقد قمنا هنا بكتابة كلاس للتعبير عن هذه المحتويات. وفي كل مرة أقوم فقط باستدعاء هذا التمبليت هذا القالب الذي يقوم باعتماده ويعتمد على هذا الشكل، وأيضا قمنا باستخدام بعض الميثودز وذلك لتصحيح النسق وأصبح يظهر بهذا الشكل. دعونا نتوقف هنا لنكمل معكم في الدرس القادم، وذلك من أجل القيام بالإضافة الديناميكية فأقوم بإدخال بيانات وذلك عن طريق الجوال ليقوم بحفظها وعرضها بعد القيام بتضمينها هنا في هذه الليست الأساسية. لنرى كيف يتم ذلك ولكن في الدرس القادم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس التالي. سلام.